تعرف تفرق بينهم وما بيضحكوش عليك؟ لا بنضحك ممكن عليه. احنا في لا لا التليفون بس، بنضحك، بضحك يعني ممكن في بضحك التليفون عليه، انت الصوت بعرف اضحك متلخبط عليه. شوية. في مش التليفون؟ اه مش ممكن ده اكيد. في انا التليفون. بضحك عليه اقسم طب بالله. انا انتي اصحاب، فانتي عارفة ميدو وعارفة اسلام، ايوه ايه اللي لفت نظرك في اسلام مختلف عن ميدو؟ يعني في الشخصيات بقى، هو ده في تطابق في ايوه طبعا. الشكل، هل التطابق برضو في لا الشخصيات والروح خالص خالص خالص. شخصيات مختلفة زي ايوه وانتي زينا وزينا وهي برضو؟ برضه اه انتوا شخصيات مختلفة، ايه اللي في اسلام مختلف عن ميدو؟ برضه. اسلام هادي شويه شويه متحكم في اعصابه اكتر من ميدو بكتير. و يعني متعود. هو مش عارفه بصراحه يعني. بس هو اللي شدني بصراحه، مش ميدو يعني. اتعاملت معاهم الاثنين، طب ماما بس لما هو انتي طريق يعني طريقته معايا وخوفه عليا والحاجات دي طبعا هي اللي شدتني. عرفت ان انتي ايوه هتتخطبي او في حد هيتقدم بس هو يعني توأم ايوه لحد تاني، قالت لكم ايه؟ هي اتصدمت طبعا في الاول عادي جدا. اه لان بس انتوا ممكن تخلفوا توأم. ان شاء الله. انا اصلا ماما هي الوحيده في العيله بتاعتنا كلها اللي يعني جايبه ما عندناش توأم. توائم تاني احنا يعني. اصلا عيلتنا ما فيهاش اي توائم خالص غيرنا اه اوكي، بس انت يعني. ممكن لايبل ان انت طالما انت تقريبا توأم مش عارفه. بس يعني دي حاجه بتاعت ربنا. يعني ما عندكوش، ما قالتلكيش لا يا بنتي؟ لا ليه هتقولي يعني؟ ليه ده قالتلي اصلا؟ هتلخبط. لا دي حاجه حلوه. حاجه حلوه. دي حاجه حلوه. طب بابا وماما بيعرفوا فرقهم بين اسلام ومحمد؟ انا بابايا الله يرحمه هو يعني لما اه ما اسلام كانش موجود ميدو يعني، جولنا اصلا هو كان لا يعني كان متوفى. متوفى. يبقى ماما بس، ماما ماما بس هي بتعرف اللي تفرق ما بين اسلام ومحمد؟ ايوه. ازاي لان بقى؟ اسلام بيجيلنا اكتر من ميدو طبعا. لا في الاول ما كانتش بتعرف في برضه. الاول لما هما كانوا بيجوا لا ما كانتش قوي، لكن دلوقتي بقى خلاص اسلام هو اللي بقى يجيلنا كتير وانا وكده. كمان صوتي اتخن منه، فانا بتكلم هما بيلاحظوا من ده. وهو طبعا فعلا الصوت مختلف خالص، صوتهم هما يعني يعني بحاول اهدي صوتي شويه عشان ابقى زيه. هو طب انت مثلا صوتهم قلت كده. كلام حب بالغلط لنورهان، ايوه فاكرها نوران؟ لا لا ما حصلتش ولا مره، بس ممكن في يعني التليفون ممكن لا مش في بتكون دي التليفون، لا لا يعني. انا برد، ممكن انا برد اتلخبط على في التليفون تليفونها. عادي، بس ممكن مثلا واحنا ماشيين اتلخبط فيها وهي واقفه بظهرها مثلا، يعني مثلا لفت او كده، فممكن اجي امسك ايديها فلاقيها التانيه. وحصلت في مره مسك ايد ايوه نوران، ايوه مسك حصل. ايد نوران بدل نوران وعديتها الطريقه. وطبعا عادي. ايوه ما هو احنا ما خدناش بالنا اللي هو ويوم معانا كان بدل. انا الخطوبه، خدت برضو يوم نوران الخطوبه وعديت بيها الناس انا كانت صحيح. شايفه ازاي؟ وانت الناس لبست زيها يوم لا الخطوبه؟ لا 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 اكيد. طبعا. طب يوم ما لبستش زيها يوم الخطوبه. سبتها المره دي. احكي لنا، طب يوم الخطوبه الناس اتعاملت معاكوا ازاي؟ لا الناس طبعا اتصدمت كلها طبعا، لان احنا ما كناش قايلين لحد. فلما نزلنا بقى على السوشيال ميديا كل الناس طبعا اتصدمت. لا الناس كانت اصلا كلنا كانت فاكره ان اتفاجئت احنا فعلا. الاربعه يعني اللي اتخطبنا. احنا الصورة اتخطبنا هم بتاعتنا يوم مقتنعين. الفرح كانوا لما فاكرين ان نزلنا احنا الصوره الاربعه. كانوا فاكرين ان احنا الاربعه يعني اتخطبنا. فاهمه يعني؟ يعني انا انا اتخطبت وهو وياه. لكن انا لما قعدنا شفت بقى الصوره تخيلت نطلع كده لبره. فعلا. ايه ايوه انا لما شفت الصوره تخيلت كده. ايوه الناس كلها هو كانت لحد فاكره دلوقتي كده. الناس فاكره ده اصلا، يعني فاكره ان احنا مخطوبين في الاربعه. في ناس بتكلمني بتقول لي انتوا الاربعه مخطوبين ايوه. او كده. في ناس لكن في مثلا حقيقه طالما انتوا اتنين منهم بس. اتنين بس. بس انتوا الاربعه اصحاب. ايوه ايوه طب احكوا لي على شغلكم على السوشيال ميديا، واضح ان انتوا من الفيجرز المشهوره على السوشيال ميديا، يعني مظبوط؟ شويه مشهورين عشان انتوا الاربعه اصحاب، ولا مشهورين عشان انتوا اتنين توأم واتنين لا هو توأم؟ احنا اتشهرنا قبلها، لا في كنت انا الاول. وميدو مشهورين لوحدينا، واحنا بنصور اسلام فيديوهات اسلام كوميدي وميدو، وكده، كنا فكنا بنصور احنا فيديوهات على تيك توك مقالب بقى وحاجات، بالنسبه ان احنا توينز وكده فبنعمل مقالب، فكانت الحاجات دي اتشهرنا بيها، حتى احنا فيرفايد على تيك توك يعني في لوحدينا 2017 قبل بقى تقريبا ما نتعرف عليهم. بداية تيك توك. اوكي واحنا يعني اتعرفت كمان. عليهم في 2018 وانا كنت بادئ سوشيال اصلا 2016. اوكي وبعدين بعد كده اتعرفتوا عليهم انتوا بقى واحنا قبلهم؟ برضو كنا نفس الحكايه برضو. بالناس كنا برضو مع فيديوهات على نفسنا تيك توك وكده، بس وكده برضو يعني. كنا واخدينها عادي اللي هو فاهمه يعني. ترفيه مش حكايه بقى مش شغل مش ما كناش وشغل الاول وكده. حاطين في دماغنا الشغل وكده، احنا كنا بننزلها يعني كحاجه حبينا. فاهمه؟ طب دلوقتي انتوا بتشتغلوا تيك توكرز؟ بيجي لكم دخل من التيك توك؟ مش التيك توك بيجي نفسه لنا من يعني، اعلانات، من يعني الاعلانات. ساعات بيجي لنا اعلانات مثلا، فاحنا اعلان مثلا جه الاسلام، فهو طبعا ببقى انا هو، فبنكلمهم ان هم يدخلوا معانا في الاعلان ده مثلا. اوكي وانتوا نفس واحنا برضه الكلام نفس برضه؟ الكلام. طب وهل شايفين ان ده هيستمر، ولا انتوا بتفكروا انكم تعملوا يور اون بيزنس بقى انتوا الاربعه؟ طبعا اكيد صح؟ عايزين نعمل مش ده فعلا. هيستمر قوي يعني. هو مش فعلا كده، ممكن. لان هو ناس لا كتير قوي كترت مش وكلهم متميزين عندهم بالظبط. حاجه يقدموها، بس كتير بالظبط، بس احنا الموضوع كتير بعد حاجه كده. قوي هي دي قوي قوي الحقيقه. بصراحه فعلا. بس انا نفسي هو قوي ان المختلف احنا، لما المختلف معانا ان احنا مثلا اربعه توينز بنصور مع بعض وكده، ده مختلف.
يعني بعيدا مثلا عن الناس التانية ان احنا بنقدم حاجات مثلا. انا فاهمه بس برضه ما هو ممكن أيوة يطلع أيوة. اربعه تانيين ممكن تطلع أيوة 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 أيوة. بالظبط أيوة. يعني انا هدفي ان احنا لما ربنا يكرمنا شويه خلاص بقى انا هبتدي ان انا اعمل لنفسي بيزنس خاص. يعني مثلا انا نفسي قوي إيه افتح مطعم كبير حلو كده لان انا اصلا بحب اطبخ يعني قوي. بحب يعني بقعد اتفرج على فيديوهات يوتيوب كده واقعد اقلد بقى واعمل ده وكده فانا بحب ده قوي. نفسي قوي اعمل ده نفسي قوي افتح مطعم يبقى. وميدو هوايتك مختلفه عن الاسلام؟ لا انا زيه بس انا اكتر في الرسم. انا بحب الرسم فهو ساعات مثلا انا قاعد برسم هو قاعد داخل اعمل لنا مثلا اكل ويلا مكرونه وايت صوص مثلا بالجمبري كده يعني كل واحد انت طبخ وانت رسم دي هي. بس انتوا الاثنين بتساعدوا بعض في الاثنين بالظبط. يعني انا برسم برضو حلو جدا يعني ساعات برضو انا بدخل اساعده في الاكل واعمل له مثلا حاجه قبل ما هو يعمل حاجه ثانيه يعني يعمل لي سلطه يعمل لي شوربه كده مع بعضينا يعني. طب انتوا لما بتتعبوا من التوائم بقى بعيدا عن ان في ارتباط عاطفي بين اثنين لما بتتعبوا بشكل عادي التوائم الواحد يتعب الثاني يتعب؟ بصي هو ساعات وساعات فعلا يعني مره انا مثلا يعني جالي كورونا مره هي جالها على طول بعدي على طول يعني لا ممكن ده اتعادت ممكن دي اتعادت ممكن عشان احنا قريبين من بعض لا في برضه حاجه حصلت قبل كده لما مثلا هي اتعورت في ايديها انا افتكرت ان هي بقى حصلت في حاجه كبيره فهي الام عليها هي الام عليها يعني انا اتعورت شوف المنظر هي شافتني راحت هي يعني هي لا يعني انتوا بتحسوا بنفس الحاجه يعني ممكن بتحبوا نفس الشخصيات وبتكرهوا نفس الشخصيات بصراحه احنا يعني احنا انا وهي يعني صحابنا مشتركين اصلا يعني احنا الاثنين زي بعض في حاجات اللي هي مثلا الصحاب مثلا الاكل بنحب نحب تاكلوا ايه بنحب طاجن مثلا ورق عنب بالكوارع ده بنعشقه احنا دول بنحب ايه تاني بنحب المكرونه بالبشاميل بنحب بس احنا بنحب نفس الحاجه ايه الحاجه اللي ما بتحبوهاش انتوا الاثنين ما بنحبهاش احنا الاثنين مش عارفه اقول بصي الحاجات اللي هي الفش الحاجات اللي هي كده دي اوكي ما بعرفش اكلها خالص الصراحه. طب انت بتغيري عليها من اسلام يعني ممكن لو هي اتجوزت مثلا تبتدي انت تحس ان في حاجه راحت منك او جوزك اكيد طبعا احس بفراغ كبير قوي لا في فرق بين ان انا احس بفراغ يعني طبعا ان احنا اصلا احنا أيوة. مع بعض طب ينفع يعني عندنا احنا لو مش بجانين في أي انا اصلا مش هسيبها مش ماما غلط في اي خروجه في اي حاجه هي بتشرق نفسها معانا بتحط يعني هي بتعلق على اي حاجه اي حاجه زعبي بتعلق عليها اسلام زعبي يكلمني يقول لي انا خارج مع نورهان تعالى يعني تعالى نجدني تعالى نجدني يا ابني تعالى نجدني عشان هو مثلا داخل سينما فلا انت لازم تيجي معايا عشان كده بقى كده دلوقتي عشان نوران كابتن هو عايز بقى اي حاجه باجي اعملها هي راشقه معايا فيها لا مش لا على فكره بسيبكم ساعات بسيبكم ساعات على فكره مزاجي ساعات طب انا ما سالتكوش انتوا كنتوا مشاغبين ازاي وانتوا صغيرين لا احنا كنا بنعمل بصي احنا كنا في نفس اللجنه في الامتحانات عشان احنا اسمائنا زي بعض كنا بنبقى ورا بعض يا اما ورا بعض يا اما جنب بعض كده فاهمه كنت بتعملوا ايه بقى؟ كنا مثلا في الامتحان مثلا تاريخ وجغرافيا تمام في اعدادي احنا في اعدادي انا ذاكرت الجغرافيا صح وهي كانت ذاكره التاريخ اوكي فانا حليت الجغرافيا وانا حليت التاريخ وبعدين بدينا بجد ما كناش عارفين اصلا يعني بجد ما كناش مذاكرين حتى القسم الثاني خالص يعني ما كناش ما كانتش مذاكره القسم الثاني كل واحد فيكم ذاكر القسم وفي الامتحان رحنا إيه بقى بدلنا الورق بقى رحنا بدلنا الورق وكان في كاميرا عادي بس ما همناش احنا كنا اصلا في ثالثه اعدادي وكان في كاميرا بس احنا ما همناش رحنا ما حدش بقى الحمد لله جبنا الورق ده قفشنا بجد وكان كنا لا كنا خايفين جدا بس الحمد لله ما اتقفشناش طيب ايه تاني مع مدرسين مع مدرسين المدرسين ساعات كانوا بيتلخبطوا يعني فينا طبعا لا مش غير اللخبطه كانوا بيحطونا في دماغهم اللي هو عشان بالذات في الامتحانات بقى لما بيلقونا التوأم ونفس الاسم وفي نفس اللجنه يا لهوي ورا بعض بقى جنب بيقعدوا لنا كده في كانوا بيقعدوا لنا كده عشان ما نغشش من بعض ولا نعمل اي حاجه يعني انتوا قصصكم رائعه ويعني جميل فيما عدا ان انتوا تجاوزتوا غشيتوا نفس الكارنيه نصبتوا فيه نصب في القصه بس يعدي يعني دي حياه السعداء ان احنا التقينا بيكم.